تحت شعار بدمائكم صنعتم مستقبل مصر، نظمت جريدة الأقباط المتحدون احتفالا لتكريم شهداء الوطن، معبرين عن اعتزازهم بما صنعوه هؤلاء الشباب. الفكرة جات لي لما ايه، لما احنا موقع الكتروني بنكتب بنشارك بأفكار مكتوبة، عالم افتراضي، فاحنا حبينا ان احنا نبقى نتحرك لمرحلة اكتر، نطور من نفسنا ونخرج من العالم الافتراضي لعالم الكمبيوتر لعالم الواقع، ان احنا نشوف الناس دي مش عن طريق الانترنت، لا، عن طريق ان احنا نشاركهم ونشوفهم ويشوفونا ونتبادل معهم افكارهم. احنا بنشكر كل المتواجدين معانا ونتمنى ان فقرات الاحتفالية تعجبكم. المنصة معانا أتسابونا مكاري يونان والأستاذة الكاتبة فاطمة نعوت، هي كاتبة وشاعرة ومهندسة وحاجات كتير، لكن أقرب وصف لقلبي هي شخصية مصرية صميمة. المهندس عزت بولس رئيس تحرير موقع الأقباط متحدون، وبسنت موسى مدير التحرير، أتسابونا الراهب كوزمان الأنبرشوي. الحضور الكرام، أهلا بكم جميعا، أرحب بكم جميعا بقدومكم اليوم باسم جريدة الأخبار متحدون لمشاركتنا في الاحتفال أو لنقل التكريم الصغير هذا لشهداء مصر أبطال ثورة 25 يناير. وإذ نحن نتذكرهم الآن بكل الفخر، أدعوكم للوقوف دقيقة تقديرا منا لدمائهم التي سفكت من أجل أن تدخل مصر مرحلة جديدة تساعدها على الإلحاق برق حضارة اليوم. لقد نجح أبناءكم الشباب بدمائهم في إسقاط رأس نظام سياسي متهالك مسيطر على الحياة المصرية لمدة نحو 30 عام، وأرجعها بمقدار سيطرته الحديدية للوراء كثيرا، إلى حين أن انتفض الشباب مطالبين بالتغيير. وقد نجح مطالبهم، وبقى أمامنا جميعا سؤال صعب الإجابة عليه، وهو مصر رايحة على فين؟ ستذهب مصر إلى آفاق جديدة من الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك إذا تكاتفنا نحن الأحياء لدفعها بذلك الاتجاه، كل حسب موقعه وعمله. ومجهودنا ذلك سيكون أقل ما يمكننا التقديم لبلدنا، فهناك من أبنائنا من قدم حياته ثمنا غاليا لرفعة الوطن مصر. إنني أب أشعر بما يحتمل من ألم في نفوس أهالي شهداء ثورة التغيير المصرية، وأقدر ألامكم جدا، لكنني أدعوكم للشعور بالفخر. نعم، بالفخر، كل الفخر، لقد صنع فلذات أجدادكم بدمائهم الغالية مرحلة جديدة بتاريخ مصر الحديثة، وسيذكرهم التاريخ بحروف من نور في مصر وكل بلدان العالم. أبناءكم قدموا نموذج يحتذى به في تاريخ الثورات، وسيقتدى به كل الشعوب التي ترغب في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الغير منقوصة التي تدعم المواطنة قبل صندوق الانتخابات. السيدات والسادة أهالي شهداء ثورة التغيير المصرية، المسلم منكم أو المسيحي، أقدم لكم خالص التحية والتقدير والإعزاز على ما قدمه أبنائكم لوطنهم، وأرجو من الله أن يقدم لكم التعزية المناسبة لآلام الفقدان الذي تشعرون به. أحب أن أختم كلماتي إليكم بالتأكيد على أنه معنا اليوم والدة فاضلة للشهيد شرطة
فقد حياته كغيره من شهداء ثورتنا العظيمة. ونحن هنا نتذكره بكل التقدير مع غيره ممن فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم الحقيقي. شكرا لحضوركم جميعا والله الموفق. كلنا طلعنا وعنا شعار مصر 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 مصر. ده كان جميل جدا. فاحنا فكرنا ايه؟ ان احنا نعمل حاجة نحس بالناس والناس تحس بينا. فايه احسن حاجة؟ ان احنا نكرم الشهداء. الشهداء دول اللي هم فعلا اولادهم ماتوا، اولاد الشهداء ماتوا، عشان احنا نقدر نقعد نتكلم بالطريقة دي مع بعض. من ذلك اليوم واصبح للمصري مشروع قومي متمثل في بناء الوطن وليس في تفريغ فائض الغضب بمشاحنات طائفية بين مسيحيين ومسلمين. من ذلك اليوم الذي فقد فيه أبناءكم حياتهم انتهى التمديد لمن انتهى مستقبله، ولم يعد التوريث مفتوحا لمن أصبح ماضي سياسي. من اليوم الذي فقد فيه أبناءكم حياتهم تحررت مصر ممن امتلكوها عنوة واستمتعوا بها هم فقط كشواطئ جميلة وأجواء رائعة، لتكون مصر لنا جميعا بحلوها ومرها، وليس مرها فقط كالعادة. لن تكفيني السطور الكثيرة لرصد ما أحدثه ذلك اليوم الكبير والعظيم والجلل لإناس وشباب فقدوا حياتهم وأعادوا لنا بذلك الفقدان حياتنا، أعادوا لنا الوطن من سارقين. مريم مكرم، خالد محمد، أبانوب عوض الله، جرجس لمعي، مصطفى كمال وغيرهم من الشهداء ثورتنا العظيمة. أشكركم أحبائي الشباب، يا من قدمتم حياتكم ثمنا لحريتنا. أول حاجة ننسب هذا العمل وانتصارنا في هذا الموضوع أنه لازم ننسبه لربنا مش لأنفسنا، بعدين إحنا. فإحنا نفسنا نفهم مقاصد الله في حياتنا عشان ننجح، نفهم مقاصد الله إزاي ربنا يندم عن الشر اللي كان عايز يعمل في أهلنا نوى ويسحب قراره، وأنا مسحبش قراري لما واحد يزعلني. أنا سعيدة جدا بالثورة اللي حصلت دي، فجرت فينا كلنا مشاعر كانت مستخبية، مش ميتة، لا هي مشاعر كانت مستخبية. كنا مستنيين ان احنا حد يقول لنا يلا قوموا وحد يسمع صوتنا. كنا مهمشين الاول فما بنتكلمش، يعني بندن في مالطا، فخلاص بقى نسينا الكلام كله. احنا ابتدينا في الطريق الصح وكلنا اصرار وكلنا حماسة، سعيدة قوي باللي بيحصل. طول ما أنا ماشية في الشوارع سعيدة بالناس في بيوتها، سعيدة حتى الأطفال، حتى الأطفال بقى عندهم ثقافة سياسية وحاسين بإيه هي مصر. أنا مخرج لرواية مصرية مسرح حمدان التحرير، قالوا عنها كل البشرية نقد وتحليل رأي وتقرير، قالوا دي أسطورة ورواية وأعظم ثورة للتغيير، صاغت بحروفها العربية أجمل موضوع للتعبير. أول مشهد صورة شهداء على توب أبيض ومن الكشمير، وصدى لصريخ أم الثكلة في ده بلدي يا ولدي يا كبير، عشت على الأرض في عبودية وبموتك نلت الحرية وأصبحت أمير. مش موتة دي حياة أبدية عند المعبود في جنان الخير، وملينا المسرح بالشعارات وكتبنا عليها بدم الشهداء بخط كبير، انا فخر بلادي ودمي سلاحكو للتغيير. ومعايا مجموعة فنية شالوا اساميهم من عالتف، قالوا انا مصري حارس لبلادي، انا مصري عاشق لبلادي، انا مصري حامي لولادي، انا مصري وبنادي لبلادي بالتغيير، ومضوا فاعل خير. طبعا بكل مشاعري مع العائلات المباركة، مش هقول المكلومة والحزينة، لا اقول اللي قدمه للوطن اغلى ما عندهم.
طبعا ما كانش في ذهن اي حد ان ابنه هيستشهد او يموت، واي شاب طلع ما كانش في فكره انه ممكن هيغتال. لكن اللي حصل اولا ما هواش ترتيب بشري، وانا كرجل دين ممكن اتكلم كلمتين عن الثوره دي. اما نبص للثوره واللي حصل، طبعا منطقيا وبالحسابات البشريه ما حدش كتير كان يظن او يخطر بباله ان مجموعه شبان هيقدروا يغلبوا تراث 30 سنة أو أكثر من السلطة والقهر والكتمان والتعب إلى آخره من الكلام ده. لكن بصينا لقينا، أنا هقول بالبلدي بقدرة قادر، إن الولاد يستنوا لتاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، في كل وقت بنلاقي السلطة تتنازل عن شيء معين والولاد يزدادوا إصرار، والسلطة تتنازل والولاد يزدادوا إصرار. لكن هسأل سؤال، مين كان يتخيل ان السلطة دي تسقط والنظام يسقط بسبب ثورة مجموعة من الشبان؟ لابد ان يد الله كانت واضحة في الموضوع. وانا قلت في اجتماع سابق عندنا في الكنيسة ان دي ثورة، انا سمعت الدكتور احمد زويل بيقول عنها ثورة علمية، والبعض قال عنها ثورة حضارية، والبعض قال عنها ثورة ودها صفات. احنا قلنا دي ثورة ربانية، ثورة ربانية، الله داخل فيها مباشرة. والحاجة اللي تكمل الصورة دي ان احنا بنبص نلاقي النار بتمتد كما تمتد في الهشيم من تونس لمصر لليبيا، لي لي لي، يبقى في يد عالية بتشتغل، يبقى ده عمل رباني. ولما نقول ده عمل رباني يبقى النتائج هتكون ربانية، نتائج هتكون ربانية. ولادنا الغاليين دول ما ماتوش هباء ولا صدفة، ده برضو داخلين ضمن الخطة الإلهية. والعيلة اللي اتجرحت لابد ربنا هيعزيها ويعوضها، والعيلة اللي فقدت لابد هتغتنم وتاخد، هيديها ايه ربنا؟ لابد هيكفاها، لابد هيضمد الجراحات، هيضمد الجراحات. أقول للشباب الذين بدأوا انتفاضة 25 وتحولت إلى ثورة بعد ذلك، أننا في الساعة الأولى من الثورة وليس في السنة الأولى. نحن في الساعة الأولى، عليهم أن يواصلوا يعني ثورتهم حتى اكتمال مطالبهم. هناك محاولات الآن لخطف هذه الثورة، هناك محاولات للالتفاف عليها، هناك محاولات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. أنا أعرف وأثق أن هذا الشباب على قدر كبير من الوعي السياسي، وعلى قدر ولديه قدر كبير من الإصرار، يجب عليه أن يواصل وأن يفرض مطالبه على السلطة الموجودة حاليا. المهم أن احنا نثور على الأخلاق القديمة ونتقدم لأخلاق حضارية جديدة نفاخر بها العالم، نفاخر بها العالم. أقول إن مصر ينتظرها مستقبل أكثر من رائع، أكثر من رائع، والمستقبل ده في إيدينا إحنا، إحنا اللي نصنعه، إحنا اللي نصنعه. لما تنتهي في مصر الطائفية والعصبية، لما الفكر أو العقل المصري يختار الرجل المناسب للمكان المناسب، لما يبطل اختيار الإنسان على أساس عقيدي أو ديني، لما يكون في انتماء حقيقي للوطن، حب للوطن، يبقى أنا شايف فلان ده يصلح للمكان ده،
بغض النظر عن فلان ده جرجس أو محمد، بغض النظر أنا عايز مصر تتقدم. فلان ده هيكون سبب بركة، يبقى أخده وحطه في المكان ده، لأن أنا بحب مصر. يجرح قلبي أن بمصر أرقى بلاد العالم، أول بلد كتبت أول سطر في كتاب التاريخ منذ 5000 عاما، ويقولون أكثر، يعني بعض الباحثين يقولون أنها وصلت لعشرة آلاف عام. يحز بنفسي أن في مصر يحدث ظلم لا يليق باسم مصر، ولا يليق بشرف مصر، ولا يليق بهذه الثورة الراقية التي صنعها شباب مصر وشعب مصر. نريد أن نتأمل أنفسنا قليلا، نريد أن يضع كل إنسان نفسه مكان الآخر ويرى ماذا يفعل، ماذا ينظر. وفي النهاية جميعنا، يعني معظمنا كي أكون دقيقة، معظمنا الساحق، ورثنا دياناتنا، لم يختر أحد دينه. مبارك شعب مصر، يقول الكتاب المقدس، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يقول القرآن الكريم. هكذا كرمت مصر السماء وكرمها الله في كلمته، لكن العالم أو الأرض أيضا كرمت مصر حين اختصت مصر وحدها من بين كل بلدان العالم بعلم يخصها، إيجيبتولوجي، علم اسمه إيجيبتولوجي يخص مصر، المصريات. يعني لم نسمع عن بلد أخرى، ليس من بلد أخرى على وجه الأرض لها علم يخصها إلا مصر. هذه هي مصر، ولذلك يعني لم يندهش العالم من هذه الثورة العظيمة التي غيرت وكتبت صفحة جديدة في تاريخ مصر. كلنا يعني كلنا فرحون بهذه الثورة، وكلنا يعني رقصنا بهذه الثورة فرحا، وانتشينا وأمننا في غد أفضل، لكن ثمة قلوبا تنزف، قلوب أمهات الشهداء، رغم أنهن يعلمن أن دماء أبنائهن يعني لم تذهب خضرا وصنعت لمصر تاريخا جديدا، لكن ما يعني ما الحيلة وهن أمهات، الأم التي تفقد يعني ابنها، يعني الواحد لا يتصور ما معنى يعني عفى الله جميع الأمهات أن يشعرن بهذا الثكل. الثكل هو أشد ألوان الألم الإنساني. ولذلك أنا أقول دائما أن الوحيدات اللواتي دفعنا ثمن هذه الثورة هم أمهات الشهداء، لأن الشهداء أنفسهم الآن في ملكوت الله، يعني هم سعداء يحيون في عالم أجمل مما نحيا، ويشعرون بالمنحة التي أعطوها لنا. لكن اللواتي ينزفن حقا هن الأمهات، أمهات الشهداء والآباء بالطبع. أنا أحب أقول إن أنا فخورة إن هو استشهد في سبيل الوطن، وإن هو حافظ على القسم اللي هو أقسمه وهو في كلية الشرطة. لكن اللي محزنني إن كل الشعب ضد الشرطة. الشرطة فيها الشريف وفيها الفاسد، فأنا مش عايزة ياخدوا العاطل على الباطل. عايزة الناس ترحم الشباب الصغير، لأن دول مطحونين من رؤسائهم، ما بياخدوش تعليمات من واحد صغير، ده كانوا بياخدوا تعليمات من الوزير. وعلى الرغم من ابني انه هو جات له تعليمات من رؤسائه انه يمشي، ورب الكعبة ما رضى يسيب المكان، وفضل واقف فيه وتسلم سلاحه لضابط الجيش العقيد مصطفى، ومرضاش يضرب طلقة واحدة في وش أي ولد من الشباب اللي كانوا جايين يحرقوا محافظة شبرا الخيمة واسم أول شبرا الخيمة، مرضاش يضرب ولا طلقة. وفي الآخر نظرات الشماتة اللي على الضباط اللي استشهدوا كأنهم ملهمش أي تمن، ده اللي محزنني. أنا مش حزينة أن ابني استشهد، أنا فخورة أن ابني استشهد. معروف أن احنا مش هنقدر كبلد نعيش من غير أمن، وأكبر خطورة تعرضنا ليها لما وقع الأمن بتاع مصر.
وأنا شخصيا بقول إن دي حاجة غير مكررة في التاريخ سواء في مصر أو في أي بلد، إن في يوم وليلة نبص نلاقي بلدنا من غير أمن. لكن هقول الأمن دول هو مين؟ هما اللي بيحموا بيوتنا وأولادنا وممتلكاتنا، وفي نفس الوقت هما أولادنا. أنا عايز أكلم كل إنسان مصري أن يشيل كل ضابط وعسكري في عينيه الاثنين، ومش بس نقدم ليهم الاحترام الكامل، لا نقدم ليهم كل إمكانية وكل راحة، لأن احنا في أحوج الحاجة، في أشد الحاجة للأمن في مصر. ومن غير أمن مصر لا يمكن تقوم. اللي بيعرضوا نفسهم للتعب والسهر، واللي بيعرضوا نفسهم للقتل مع المجرمين والقتلة والمسجلين خطر، اللي هم بيعرضوا نفسهم لكل تعب من أجل راحتنا إحنا. بكلم كل إنسان مصري، نشيل الضباط في عينينا والعساكر في عينينا والأمن كله يكون على رأسنا من فوق. بكلم كل إنسان، نشيل من فكرنا عداوة، أي عداوة بيننا وبين البوليس وبين الأمن. كيف سنواجه الغد وكيف سنأتي به؟ لأن الغد لا يأتينا وحده، إننا نسعى إليه ونصل إليه بأيدينا وبأزعتنا. أخاف على مصر، أخاف على مصر من سيناريوهات ربما لم يكن إطلاقا في ذهن الثوار وهم يقومون بصوتهم من أجل الحرية وإسقاط النظام أن نصل إليها. نحن كنا بحاجة، ولكن الوقت لم يزل معنا في أن تتزامن مع الثورة السياسية الاجتماعية التي حدثت في 25 يناير من ميدان التحرير، ومصر ليست كلها ميدان التحرير، ولكن دعني أقول أنه يجب أن تكون كل مصر نموذج من ميدان التحرير. أنت رايحة في مصر، إحنا اللي هنحددها. إحنا لازم نخرج من سلبيتنا، لازم نبقى إيجابيين. مصر بعد 25 يناير هتتغير؟ هتتغير؟ أمال الفساد فساد إيه؟ هل الولد اللي بيحرق ده هيبطل يحرق؟ هل الولد اللي بيسرق هيبطل يسرق؟ هل الولد اللي بيرفض الآخر هيبطل يرفض الآخر؟ هل الولد ده ذهنه هينفتح بيكون بحيث يكون إنسان حضاري متقدم ممكن يؤتمن على أي شيء؟ الفساد قبل ما يكون فساد نواحي مادية منظورة هو فساد أخلاقي. إحنا محتاجين تكملة للثورة، ثورة أخلاقية. طبعا مصر فوق راسنا كلنا، احنا عايزين نعيش في حرية، عايزين نعيش في امان، عايزين نعيش في سلام، عايزين نعيش في حب. هي دي مصر الحرية بتاعتنا. وعلشان نحصل عليها، ما هي انا شايف ان احنا لسه ما حصلناش على الحرية. الحرية ده هي عشان نحصل عليها لازم ان احنا نوصل للمرحلة اللي هي بتاعت ان انت تدي صوتك في صندوق الانتخابات ويطلع صوتك دوت في الاخر يديلك دولة مدنية. انما هتاخد، يعني انا لو دلوقتي اضحك على نفسي لو اقول ان انا خدت حريه خلاص كامله وخلاص كده وننام بقى وخلاص احنا عملنا الثوره ومية مية ومية فل و14 وانتهى. لا، حريتي لازم اسعى لها لان لسه في حاجات معينه لازم تتحقق. صوت الغلابه علي على ذلهم صاروا، والعدل تاني قوي وكتروا انصاره، طريقه فيه متاهات وكله منحنيات، لكنهم عدلوه وغيروا مساره. دول كانوا متهمين بالضعف والتقصير، وقالوا مش ممكن هيكون لهم تأثير. جماهير كتير ظهروا، اتحدوا وتظهروا، وكل حتة في مصر كانت ميدان تحرير. من غير زعيم يرشد ولا يرسم الخطة، اتجمعوا الملايين من 600 حتة، وكانوا متحوطين بالعتمة والتعتيم، لكن نظرهم كان 6 على 6. مسلم مسيحي، مسلم مسيحي ايه؟ لا، غير الموضوع. دي قنبلة واحدة ملت عينينا دموع، مع بعض كان الزلط والدم سال واختلط. التفرقة دي غلط وده سؤال ممنوع.
المصري لما يعوز والشعب لما يريد، ما يهمهوش لرصاص ولا ضرب ولا تهديد. المصري لما يعوز والشعب لما يريد ما يهمهوش لرصاص ولا ضرب ولا تهديد. يمكن صحيح غلبان لكن ما كانش جبان، فعظيم سلامي يا مصر واجب لكل شهيد. ابدأ بنفسك، قوم والميلة اعدلها، انت ابتديت ثورة ولازم تكملها. قوم يلا ونويها، قوم يلا وابنيها، هانت اهي وربك بكرة يعدلها. روح شوف وجعها فين، روح شوف وجعها فين واتعب وداويها. اسألها على المرة عشان تحليها، واكتب تاريخ تاني يكون يليق بيها، ندهت فلب بيها قرب قوي ليها. جسم الشهيد انتفض وهننتفض زيه، وللشهيد البطل اللي اتقتل حيه. جسم الشهيد انتفض وهننتفض زيه، وللشهيد البطل اللي اتقتل حيه. يا دم كان نزفه، لمس الفساد نسفه، نادر عليا نعيش ونمشي على ضيه. بقالي صوت وبقيت اصرخ ولو بشويش، بقالي صوت وبقيت اصرخ ولو بشويش، ومن جديد ابتديت بعد الضياع والطيش. من كتر ما انا فرحان عايز اطير طيران، واخد في حضن الميدان والدبابات والجيش. كان مين يصدق ان الروح بتعود للجسم؟ كلمات الاستاذ رمزي بشارة. البيت الشعر ده بيلخص الحالة اللي بتعيشها مصر دلوقتي. اللي أطلقوا الرصاص على الشهداء ما كانوش يتصوروا ان هم بيعيدوا الروح لجسم مصر. يعني في الثلاث أسابيع الأخيرة دي مصر عاشت زمن ما عاشتوش في حياتها من 60 سنة، ويمكن في التاريخ المعاصر كله. يعني أنا كنت في باريس وحرصت أن أرجع عشان أشارك وأشوف وأحس عن قرب. في فرنسا الناس ما كانتش مصدقة اللي بيحصل في مصر ده. عملية كنس ميدان التحرير دي مش مجرد عملية كنس، دي عملية في رأيي أنا رمزية للغاية، عملية كنس، بداية كنس لكل النظام اللي كان جاسم على قلبنا وعلى فكرنا وعلى عقلنا. فإحنا مش لازم نخاف، معسكر الخوف انتقل، انتقل من الشعب للنظام وبقايا. لازم إصرار كامل على مواصلة المسيرة. وأنا يعني إذا كنت متشائم على المدى القريب إلا أني على المستوى البعيد متفائل جدا جدا، لأن مصر عمرها ما هتبقى زي ما كانت قبل 25. أقول أن لا شيء بلا ثمن في هذا، في هذا الزمن وفي كل زمن. الأثمان ليس بالضرورة أن تكون من الدماء ومن المال ومن الأرواح إلى آخره، ولكن في نظري أن الثمن الذي يجب أن ندفعه من أجل حرية العقل، يعني أنا شايفة أن حرية العقل أهم بكتير من الحرية السياسية، لأن حرية العقل تجلب بالحرية السياسية، وإنغلاق العقل يجلب القمع السياسي. يعني نحن لا نريد أن نضع العربة أمام الحصان. حرر عقلي أولا لأستطيع أن أملك كل حرياتي الأخرى. لازم أن أنا أحصل على حريتي السياسية، حريتي كاملة، حقوقي السياسية. لازم أحصل على الحرية الكاملة في بناء دور العبادة في مصر. لازم أحصل على الحرية الكاملة في ممارسة العقيدة، اختيار العقيدة. لازم أحصل على الحرية الكاملة في حاجات كتيرة جدا، لازم تمكين المرأة أيا كانت. أنا بعز أهل الشهداء كلهم، إن كان من ضابط ولا من عامل، من أي حد. وربنا هو قادر على كل شيء، واللي هيهرب مش هيهرب من حكم الله، وربنا هو قادر يعرف الظالم والمظلوم. أنا ابني ده كان أخويا وصاحبي ودعني
هو مات بدافع عن بلده. الحرية لها تمن، من غير مغامرة مفيش نتيجة. لازم كده، الناس غمرت، الناس ضحت، وفي نتيجة. احنا طول عمرنا ايد واحدة، والبلد دي قدامها تحديات كتيرة جدا، وطول ما احنا ايدينا في ايدين بعض احنا هنقضي على الخفافيش اللي بتحوم حوالينا وبتحاول تقضي على ثورتنا واحلامنا. لازم ننتبه للخطر اللي جاي علينا والناس اللي بتحاول تفرق بيننا، لان هو ده اللي هيعدي بينا الفترة ديت وتتحقق نتائج الثورة، وناخد بطار كل الشهداء لما نلاقي بلدنا فيها حرية وفيها ديمقراطية. تحية للجيل الجديد، تحية للجيل العنيد اللي حلم بوطن سعيد وحقق الحلم البعيد، اللي صبر على الوعيد واللي انتصر على الصديد. تحية للجيل الجديد اللي عايش والشهيد. كل التحية للشهداء الأبرار اللي سالت دمائهم مش في ميدان التحرير بس، لأ، اللي سالت دمائهم من مدينة الإسكندرية حتى مدينة أسوان. وكل الشكر مرة تانية لموقع الأبرار المتحدون لتبنيه هذا الاحتفال لروح الشهداء العظام. احنا بنشكركم كلكم جميعا ان انتوا حضرتوا وشرفتونا، واحنا سعداء جدا بيكم.